رغم اعترافي ان الوضع الحالي صعب جدا من زياده اسعار لصعوبات معيشيه، ولكن لو رجعنا بالزمن عمرك ما سالت حد في اي عصر من العصور قال لك احنا حلوين قوي. لو تفتكروا شاهد ما شافش حاجه عادل امام لما وقف يقول والرغيف كبير والمواصلات فاضيه وكل شويه يقول لنا فكوا الحزام فكوا الحزام. ده واقع يعني عمر المواطن ما قال يعني انا مبسوط، ولكن عمر طبعا الشعب ما كان مبسوط. بالظبط. لا هي الحقيقه احنا في ازمه أشد من أي أزمة ولازم نعترف بده، وإلا نبقى بنضحك على نفسنا. أشد لأننا بنزيد في العدد، ولأن قيمة الجنيه بتقل، ولأن الحكومة برضو مش مسيطرة. فالأزمة من أطراف كتير. النهاردة احتفالنا بالمئة مليون ده مرعب بصراحة. فمن أطراف كتير إحنا في أزمة. وزير التموين بقى ده وزير الأكل والشرب، يعني اللي مفروض يبقى طول النهار شغله الشاغل إنه الناس الفقيرة اللي دخلها هو الحد الأدنى قادره تاكل. هوصل دينا انت متخيله ان التعداد بيقول ان مصر الزياده السنويه بتاعتها 2.5%، الصين 0.5%، يعني احنا بنزيد 5 أضعاف زياده الصين. يعني انا مش بلتمس عذر للحكومه، ولكن تخيلوا ان الحكومه دي مطلوب منها كل اول سنه يوم 1/1 من كل سنه 2.5 مليون مقعد في مدرسه، او عفوا 2 مليون 2 ولا 2.5 بقى، لو بقينا 100 2.5 مليون في 5 ترغيفه كل يوم ب 12.5 مليون رغيف زياده، ولو وهكذا. عندك تامين صحي يبقى 2.5 مليون. الزياده السكانيه برضه مرعبه. احنا بمناسبه ان احمد بيقول بنزيد اكتر من الصين، الصين اللي هي البشر عندها ثروه، احنا البشر عندنا برضه ثروه لكنها لسه غير مستغله. احنا عندنا دوله شابه 50% منها شباب، لكن احنا ثروه غير مستغله. طيب تعالوا نروح واحنا بنتكلم عن البشر.